السلام عليكم. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يدعو لتحرك سريع بعد تهديد الحرس الثوري الإيراني. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. دعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إلى تسريع الخطط للتعامل مع إيران وتهديداتها، مؤكدا استعداد القوات الإسرائيلية للتعامل مع أي تصعيد إيراني أو تهديد عسكري نووي. ونقلت وسائل إعلام عبرية عن أفيفي خلال اجتماع في الكنيسة قوله إن إسرائيل تستعد لصراع محتمل مع طهران ووكلائها، مشيرا إلى أن الجيش يواصل العمل ضد الأعداء هناك، عمليات ومهمات سرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال العام الماضي. وكان الجنرال أفيفي كوخافي قال الثلاثاء الماضي إن بلاده تكثف استعداداتها للقيام بهجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدا أن إسرائيل وافقت على ميزانية يمكن من خلالها التعاطي مع مجموعة مختلفة من التهديدات. فيما أكدت قناة E24 نيوز الإسرائيلية أنه على مدار الأسبوع الماضي تدريبات الجبهة الداخلية الإسرائيلية على سيناريو هجوم صاروخي تشنه إيران وحزب الله. يأتي ذلك بعد ساعات من تهديد قائد القوى الجيوفضائية في الحرس الثوري الإيراني أمين علي حاجزادة يوم الخميس بتدمير إسرائيل في حال شنت أي هجوم على إيران. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.